مستحيل تقدر تغوص فيها. رجع شوف التريلا خطر. رجع رجع الأسفل المياه اللي شفتها في حياتي. شوف قزاز مخلود. ها احلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مخلود مبارك من قناة لوكو فريند. وينك يا يوسف؟ والله طبعا يوسف مشغول في السعودية عنده دوام. ايش فيك تضحك الحين؟ ما ادري خايف. طبعا يا جماعة صديقي مبارك من ايام الطفولة هو حاليا في الامارات يشتغل في اكسبو 2020، فبيخوض معانا تجربة اليوم اللي هي زيارة بحيرة الملح في ابو ظبي. تقريبا بحيرة الملح تبعد ساعة ونص من دبي، فاحنا قطعنا كل المسافة وباقي لنا الحين 6 دقائق. خل نروح نشوف هذه البحيرة العجيبة. عشان تكون بالصورة هي اقرب الى ابو ظبي، تقريبا تبعد عن ابو ظبي 50 كيلو. طيب يا جماعة مشينا ساعة و20 دقيقة وصلنا هذه المنطقة، وطالع لنا في جوجل ماب انه باقي لنا 5 دقائق. بسم الله تحركنا الحين، قاعدين نشوف مزارع يميننا ويسارنا وقدامنا طعوس، منطقة فاضية ما فيها ولا شيء. بسم الله يا رب يطلع الطريق صح. شوفوا جوجل ماب كان يعطينا ان هناك الطريق. طبعا اذا ما لقيتونا اكيد نضعنا. هل فيها حياة؟ هل فيها سمك؟ هل في ناس يعرفونها غيرنا؟ ما نعرف. كل هذه الاشياء بنعرفها الحين لما نوصل باذن الله. هذه بحيرة الملح هذه ولا لا؟ انا اقول انها ورا الطعس. وصلنا هذه المنطقة كنا نعتقد ان هذه هي بحيرة الملح اللي احنا قاعدين ندور عنها. لونها مختلف وما اعتقد ان هي اللي ندور عنها. شوفوا هذه لونها مختلف. مبارك راح سأل الرجال هذاك يقول ان بحيرة الملح الجهة الثانية. يلا بسم الله ما احنا طالعين من هنا الا لما نلاقي لكم بحيرة الملح هذه. شوفوا يا جماعة عشان تعرفون احنا ايش نقصد. وصلنا هذه البحيرة مو هذه اللي احنا نبيها او قاعدين نشوفها بالصور. لكن شوفوا هذه سبحان الله، هذه البحيرة كيف لونها غريب. شوفوا هذا كله ملح، هذا كله اللي تشوفونه ملح هنا. ها هذا ملح ترى مو رمل. لكن هذه ليش لونها احمر وبالصور لونها ازرق؟ انا مو ماشي من هنا الا لما الاقي البحيرة ذيك اللي لونها ما اللي مايها ازرق. لون هذه البحيرة برضو غريب. شوفوا اشوف اي والله شوفوا كيف الملح، هذا كله ملح. وطبعا المنطقة هنا مرة وعرة، فبالموت أصلا قاعد أدخل بسيارتي، بس إن شاء الله نوصل هناك. ها مبارك لقيت شيء؟ هذا وإحنا ماشيين برضو لقينا هنا بحيرة ثانية، بس برضو مو هذه البحيرة المنشودة. فين في ريفيو يقول أنت بتتبع خرائط جوجل، لأنك لو تبعته بتروح النقطة خلاص يكون في سياج، فأنت ما بديك تعدي. يقول بعد يعد العثور على المكان أمرا صعبا، ولكن مجرد وصولك إليه تشعر أنك كان يستحق الزيارة. زين نشوف الصور أنه يستحق الزيارة، بس وين الطريق؟ حرفيا يا جماعة احنا لحقنا جوجل ماب ووضعنا، وصلنا هنا منطقة مرة مو عارفين اصلا وين البحيرة ذي. ولما نقرأ تعليقات جوجل كلهم قاعدين يقولون ان لا تتبع جوجل ماب. طيب شلون نوصل؟ السلام عليكم القهر يا الربع، ان بجوجل ماب طالع لنا بحيرة هنا شوي لقينا مكان ثاني. اكتشفنا يا جماعة ان الموقع يبعد ساعة من المنطقة اللي كنا فيها بسبب تعليق واحد في جوجل ماب، وحط اللوكيشن جزاه الله خير. اللوكيشن اللي في جوجل ماب لا حد يتبعه، هذا غلط. تلقون اللوكيشن تحت في خانه ال اسمه ذا اللي تحت الوصف، صندوق الوصف. صندوق الوصف. الله يا جماعه في نص الطريق قاعدين نمشي، شوف ايش لقينا. اوه ما شاء الله. بس انتبه 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 لا احد يسقعه. انتبه انتبه اي اي واخروا عن الشارع كله تريلات. اردهم خلني بردهم. رجع شوف التريلا خطر. رجع رجع ارجع 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 يا ولد. رجعهم رجعهم من الشارع رجعهم. خطر يا حبيبي. وخر وخر وخر. جزاك الله خير جزاك الله خير. ودها 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 ودها. طبعا سوينا هذا الشيء على اساس انه ما تجي سياره تصقعهم، او انه تجي تريله تصقعهم، ممكن احد يتاذى او يموت لا سمح الله. بسم الله وصلنا يا جماعة هذه المنطقة. اعتقد ان هذه المنطقة الصحيحة واحنا على الطريق الصحيح. طبعا عشان تكون بالصورة لا تتبعون جوجل ماب نهائيا ات اول ابدا، لان جوجل ماب بينطلكم مكان غريب ان شاء الله. طبعا ولا واحد فينا لا انا ولا ابو خلود قد رحنا المكان ذا. وفلسفة فلسفة الف. وصلنا الموقع على الارجح ان هذا هو المكان، بس قاعدين نشوف طعس هنا وفي خطوات وفي خطوات ناس هنا. ان شاء الله انه هو هذا المكان. واو احلف. تعال شوف احلف شوف ماشي. بذبحك. هنا برضو في سيارة بعد شكلهم يدورون زينا. في سيارات هناك مبارك. وقف يكون يكون هنا هنا. لا مستحيل مستحيل هنا. مخلود. ها. احلف. احلف. تعال والله صدق. والله. هذه والله. احلف. ما يمدي والله ما يمديك تروح بالسيارة. اللي يمدينا. قسم بالله اني متحمس اشوفها بسرعة 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 بسرعة. واا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 
وال شوف سبحان الله هنا تضاريس الملح كيف مختلفة. والله يستحق العناء. وصلنا وصلنا يا جماعة أخيرا. طبعا أنتم ما تشوفون شيء لكن الحين بصور لكم من داخل كيف المناظر. واو شوفوا 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 سبحان الله هذه البحيرة كلها ملح داخل. بسم الله خلني أنزل لها. مبارك كيف المكان. شوفوا يا جماعة شوفوا تكفون شوفوا سبحان الله شلون تكوينات الملح هنا. شوفوا كأنها ثلج والله كأنها ثلج. شوفوا 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 تنزل شوف وين تروح تبي تطيح ها كيف الشعور. شوفوا يا جماعه شوف 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 بمشي لكم على المكان كامل بالله ما يستحق العناء والله 5 ساعات يا جماعه بلا مبالغه عشان بس نلاقي المكان. واو شوفوا شوفوا شوف شوف ينكسر. واو مبارك انتبه ترى ينكسر ها. شوفوا يا جماعه ذي المنطقه شلون عميقه والله ودي اطب هنا اسبح. طب جايب شاطئ السباحه الفاضي ما راضي. تخوفني ترى عطني راضي كره بس كيف كله ثلج. اوه والله بارد بارد قايل لك بارد بارد انت بارد, بارد. كل هالمشوار ما تطب والله حرام. هذه منطقه زياده بعد شوفوا طبعا المنطقه هي تمتد الين اخر النفق هذاك. خلينا نشوف هذه المنطقه عميقه ولا مش عميقه. شوف هذه هنا حق سباحه هذه ممتازه حق اللي بيسبح. سبحان الله وتكوينات الملح شلون يا جماعة. المشكلة هذا المكان طبعا ان الناس هنا السياح يجون يوسخون المكان. شوفوا الكاسات الوسخة هنا هناك في اثنين. هذه معلومة اتوقع انك ما يمديك تغرق هنا. لا ليش الملح يرفعك. صحيح. بسم الله هذه اخر حفرة الحين قاعدين نروح لها. شوفوا سبحان الله شلون شكلها. شوف والله شكلها غريب جد. هذا المكان المفروض يعتنون فيه اكثر ويكون سياحي اكثر وبرضه خطير حق الناس اللي بتنزل يعني لان ايش تجي احيانا تمشي اماكن تلاقي هذه الحفره كذا. شوفوا هنا كلها يابسه حلو بس تجي عندي المنطقه تلاقي الحفره هذه حقه الملح. هذا كله ملح. شوف هلا 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 اي هذه البحيرات العدله. شوفوا طبعا هذه المشكله اللي كنت اقول لكم عنها ان الناس يجون هنا ويقطون وسخ. والله حرام تخوصخون هذا المكان الحلو. سبحان الله شوفوا شلون تاملوا المنظر صحراء بعدين فجأة تشوف المكان الغريب هذا. سبحان الله. هذه المنطقة هنا شوف تحت شلون قزاز حرفيا لما احد يقول لك كريستال كلير هذا كريستال كلير الماي. شوف شلون قزاز حرفيا قزاز طاف في مرة من أصفى المياه اللي شفتها في حياتي. شوف قزاز واو بنزل في الماي. وال بارد وال مو قادر أوقف الماي لأن نسبة الملوحة فيه عالية مرة فقاعد يخليني أطلع يخليك تطفو أكثر. شوف الصفاوة في الماي والله الماي صافي. واو واو مبارك لازم تنزل لازم تنزل والله الشعور خرافي. عندك فوطة ثانية؟ تحس ان الماي بارد فجأة يقلب حار في اماكن بارد وفي اماكن حار. ودي اروح اطب في الثانية الحين الاولى حق الاكواب ها؟ يلا هوب يلا. هذا اتوقع اعمق مكان فيها. شوف هنا تحت روح ما شوف شوف والله قاعد اطفو رجلك مو على الارض والله قاعد اطفو قاعد اطفو ما اقدر اسبح. شوف 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 الحال الماي يطلعني. شوف شوف والله اني ما قاعد اسوي شيء. شوف صدقت؟ اطب يا جماعة اي واحد يفكرني قاعد اسبح شوف البحيرة هذه سبحان الله من نسبة الملوحة فيها مستحيل تقدر تغوص فيها. شوف مبارك قاعد يقول لي جيب أشياء من تحت ولا حركة ولا حركة في جسمي. بطب قاعد أحاول أغرق نفسي ما أقدر. بطب بطب أصبر أصبر مبارك أصبر عشان تعرف كيف أنا مو قادر أوقف. شوف أصبر خلني بروح يمين. والله براد الجو مش طبيعي. مو خايف إني أغرق أبد والله مستحيل أنزل في الماي. سبحان الله كيف كذا. هذا أتوقع فيزياء ما أدري كيمياء ان لو نسبة الملوحة عالية في الماي مستحيل تغرق. يا جماعة والله ما قاعد اتعب في ولا شيء يمديني انام متخيلين لو ابي انام انام. وصلت مرحلة قاعد افكر اني اخذ غفوة في المكان. شوف مكان واو واو شوف نزل رجلي ما يحتاج اوقف. شوف ما يحتاج اوقف الماي بيطلعني برا. الحين لو واحد سألني ايش اغرب بحيرة في حياتك هذه اغرب بحيرة في حياتي جد. قررنا نسبح بهذه البحيرة
انزل يلا مبارك يلا لا تخاف والله بارد يعني. لا تخاف بسم الله قول بسم الله قول بسم الله ونط بسم الله هوب بسم الله هوب ايزي بوي لا تغطس وجهك لا تغطس وجهك لا تسوي شيء لا تسوي شيء قلت لك ابدا لا تفكر تغطس راسك ولا تشرب من ذي البحيره كيف طبعا للمعلوميه مبارك صفر في السباحه ما يعرف يسبح لكن شوفوا هذه البحيره ما تحتاج اي مجهود عشان تسبح فيها نسبه الملوحه العاليه زي ما قلنا هي اللي تخليك تطفو فيها فوق لا تتحرك مبارك سدح على ظهرك ولا حركه ولا حركه صفر صفر شوفوا يا جماعه العمق تحته تقريبا 1.80 متر بس شوفوا ما قاعد يسوي اي مجهود ويظل فوق حرفيا كانك طاير فل استرخاء زين ايش رايكم اسوي تجربه اوقف على بطن مخلود ويشوف صراحة الماي ملمسه غريب مرة غريب وإلى هنا يا جماعة انتهت تجربتنا في الوثبة في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات يعطيك العافية مبارك إن شاء الله استمتعت بالتجربة هذه والله استمتعت بس كرهت حياتي الحين ودي بتسبح الماي زي ما قلنا لكم الماي غريب لازم نتروش بعده ما أنصح صراحة أحد إنه يمسك الماي هذا أو يتسبح فيه مو مرة لا تنسوا تضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي وتجربة أحلى وأحلى لا تنسوا تدعمونا بلايك لا تنسوا لايك وسبسكرايب وشير الله الله أجل كم في معلومة برضو سمعتها ان هذا الماي المفروض منسوبه يرتفع في الشتاء شوفوا البلورات الله اللي في باله مكان للاسترخاء هذا المكان مره ممتاز ورخيص ومجاني